تسخرني سيدي الطقس. صافي بسم الله على طاقة الله. إيش هذا؟ إيش هذا؟ بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الحسن أوداود من بجد خيغول أوداود. الاختصاص ديالنا بيع وشراء الذهب عرق مدر الشكرة. كنتواجدوا في مدينة الدار البيضاء في كازابلانكا في شارع نورموندي المعارف حدا مارشي السك القديم. راق المحل 68. مرحبا بكم. اليوم عاوتاني كاين لايف جديد، اليوم عاوتاني نهار ديال الهميزات. مرحبا بكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الله يحفظنا ويحفظكم، الله يسرنا لينا وليكم ان شاء الله. الناس ديال اليوتيوب مرحبا بكم، والناس ديال الانستغرام والفيسبوك. الناس ديال تيك توك اليوم ما كاينش، يدخلوا عندنا الفيسبوك وفي الانستغرام وفي اليوتيوب. احنا كاينين اليوم نهار كامل، ماشي دابا ماشي نهار كامل دابا. بارطاجيو البنات، نكتب لكم نمره التليفون ديالنا، هو الاول بالنسبه للناس اللي اول مره غيتفرجوا فينا. مرحبا بهم. 07 الاولى 07 الله الا غير كتبها لك لا 100 07 06 72. عمر بارطاج اخويا 06 72 47 68 29. وكاينه 06 61 62 74 62 74 36. ها هي النوار ديالنا، الناس ديال الفيسبوك يتبعونا مرحبا بكم، والناس ديال 06 61 62 74 36 072 47. الناس ديال اليوتيوب تا هما راه عندهم نمره التليفون اللي بغى يتواصل معنا، راه مرحبا بهم. بغيت نرد لكم موديل جديد وراقي، كاين الخير موجود اختي الا بغيتيهم ان شاء الله. مرحبا بك. شوف اي اختي هما هذوك. مرحبا، يلا بغيناكم تبارطاجيو اليوم، حيت اليوم ان شاء الله اللايف كاين واحد اللايف واعر اليوم، فيه بزاف ديال لي زارتيكل، شي حاجه زوينه عاوتاني ان شاء الله، شي حاجه ما عمركم شفتوها. كاين الخير موجود اليوم ان شاء الله. باقي صافي. سلام، الله يبارك فيك اختي. ها هو اليوم درنا لكم واحد التاج اخر اليوم. ها لكم هذا التاج هذا عاوتاني بوحدو، هذا البيع، التاج هذا اليوم غندير لكم خاص البيع هذا. الله يبارك فيك اختي حفصة، الله يحفظك. الله حفصة مرحبا بك، الله ينورك. حليمة مرحبا لالا حليمة، واخا عليك سنة درتي معايا اليوم. شنو هذا؟ شنو حليمة شنو درت معاك اختي؟ حرام عليك في الامانة. شنو الامانة؟ شكون؟ شي مريج في الميزات؟ الله يهديكم. لالا حليمة، راه تنقول لكم الهميزات ما فيهم شي بركة قليلة والله العظيم. راه مشكلة كما درنا معاكم، دابا قلنا حسبنا ب 500 درهم، كيقول لك نقصوا، دابا خصني نحسب ب 600 درهم. يلاه انت معاكم نجيبكم ب 500 درهم. راه الهميزات قلنا لكم ما فيهمش الربح بزاف باش نقصي لكم. الله يعطيكم الخير. واش كاين غدا ان شاء الله؟ كاين غدا ان شاء الله، كاين موجود ان شاء الله. الا جيتي غدا احنا موجودين. الريدو هذا عمر كي الريقه صاحبي تحت. الله يبارك فيك الناس ديال البركان، مرحبا بك اخي الناس ديال البركان. فاطمه الزهراء الله ينورك. الله فاطمه الزهراء ان شاء الله نجدو الكساكيس. كاين غدا نديرو كساكيس لالا غير جي فاطمه الزهراء، غدا طيب الكساكيس غدا ان شاء الله، راه غيجيو عندك الضياف. خديت الامانه فافاكاش الله يمارس. عمر واش خدا فافاكاش؟ ما عرفت. فاطمه الزهراء الا صيفطتي لي راه غتكون خداوة اسي. الله ينورك اختي. ها هو التاج لالا اليوم، هميزات واعرين حنا اليوم، الهميزات اليوم شي حاجه طوب اليوم. سلام الجرام الهميزات اختي، الجرام كيبدا من 500 درهم، 520 550.
اب سميت عليه واقيلا جابوه من الحليمه صافي جابوه يكون جابوه ياك فادي مزال جابوه عليه. بارك الله، الله يبارك فيك سي سعيد، الله يبارك فيك الناس ديال المكناس، الله يبارك فيك اختي الناس ديال المكناس، مرحبا لميا الله يعطيك الخير. يبغي بارطاجيو اليوم ان شاء الله، بارطاجيو بارطاجيو كاين الخير. اختي شهر عمر لما يدخلوا الناس راه كتسبب باش يدخلوا الناس. بسم الله السي حسن وفين لا قلت لي قلتي شنو لا ما عرفت اختي خديجه هنا وحده بدل ستاج اليوم حوريه لا هذاك هو هذا ديالكم هذا اليوم البيع هذا اللي بغات شي حاجه اليوم اليوم راه بعت واحد ديك القديم اللي كان عندي اليوم بعته اليوم بقى دابا عندي هذا وهذا هذا دابا اللي البيع هذا نحاول عليك لا حكيمه واخا لا سلام ابتسام من السعوديه كتابعك الله يبارك فيك لا ابتسام الناس ديال السعوديه مرحبا بكم كنتمنى الله ان شاء الله يسر لنا وليكم ان شاء الله. خويا لك ممكن تورينا الرادكو منوراد الرادكو كاينين اختي وهبي كاينين الثمن ديال لويزا خويا 2500 درهم فين هو داك الاخر تباع الغليظ مريزرف عندك الرادكو اختي كاينين هادو ها هما هادو اللي عندي ديال الرادكو جوج اللي بقاو هما هادو هذا كيدير 28000 درهم وهذا 25000 درهم. نورا الله يبارك فيك لا نورا وياك باعي مضمه ديال الذهب بالمجدول كاينين اختي لاميا كاين في الجداد اختي عندي بزاف ديال الموديلات الجداد درت لهم ديك النهار درت لهم واحد اللايف خاص في الجديد فيهم نظام ديال المجدول الى ممكن ترجعي اللايف راه فيه الفيديو مسجل راه فيه نظام ديال المجدول حيت اليوم ما درتش اليوم كاين له ميزه اليوم لا كريمه الله يحفظك مرحبا بك عندنا اليوم كما قلت لكم اليوم ان شاء الله كاين لو شوا بزاف هتجيب لي فين ندير لونسومبلات عندي هنا احمد جيب لي شحال ديال لونسومبلات اليوم الشكل منوع وفيه بزاف ديال لو شوا حسام ضروري بغيت نتكلم معك مرحبا اختي حفصه الا كان ممكن تنسالي وعيطي لهذوك النوامر اي اللي جاوبك قول له دوز ليا حسن ماشي مشكل مرحبا سلام حسن واش كاين شي ميزات اليوم ماشي الميزات كاين الخير موجود الميزات تيمي كاين اختي كنتواجدوا في مدرسه الدار البيضاء في قصيره المنجره في شارع المعارف تعرق كاينين تعرق حتى هما كاينين الله يحفظك امين يا ربي امين حفصه قالت لك والو لا جواب لا اختي علاش لا جواب عيطي في 0672 عند لاميا ياك عيطي لها عند لاميا وديك الساعه قول لها دوز ليا حسن مفتولين لا اختي مفتولين ما عنديش اليوم الله يحفظك الله يعطيك الخير اختي مرحبا كنتواجدوا في شارع نورموندي في المعارف في شارع نورموندي في المعارف اكريمه الخواتم ان شاء الله نصيفطهم لك الخواتم المارياج غدا نصيفطهم لك براسليات حتى هما كاينين نبداو على بركه الله عف هذاك الشيء اللي كاين اليوم ولكن اليوم هذاك الشيء زوين غادي يكون هذا فين كاين وعليكم السلام هادو جداد يلا جبناهم اليوم هاد النظام هادو اليوم جداد شنو هذا الشمار هذا انت واحد الشمار شاء الله غزال شوف واحد الشمار عاوتاني ها هاد الشمار يلا جبناه تا هو هذا يرا فيني تا هذا واحد الشمار كيحمق هذا انت شوف الشمر كيفاش داير انت الشمر كيفاش داير واه على الشمر ديال رافينيتي فيه ليبول فيه ليبول وفيه سميتو السنسه ديال كيقولوا ديال الحصيره هذا الشمر هذا الشمر واعر تنقول لكم الثمن ديالو ياك كاين هذا
هاك هذا فيه لونسومبل هاك عطيه هذا الحمد عطيه لي يديرو هكذا براسلي فيس كبير واقيلا كاين براسلي فيس واش باقي تما لامي داك براسلي فيس كبير غيكون غيكون واقيلا كاين كاين راه ليا عمر كيبيع عشرة الشمر من دابا بقى ما وريتو اليوم ناري يا خويا خليها نوريه اليوم بعدا لا لا الشمر واعر اليوم اللي غتاخذوا اليوم هذا الشمر واعر الشمر كيحمق اليوم الشمر براسلي فيس كبير اختي كاين ها هو كاين بلاصه ها واحد اللي واعر ها هذا اللي واعر فيكم ها تا واحد السطوار واعر واعر هذا السطوار هذا شوف لا السطوار هذا السطوار تا هو ديال رافينيتي خطير تا هاد ها انت شوفوا شوفوا لي مع راسكم ها لا هادشي ما شفتوش هادشي من الكوفر للكوفر عند الناس هادشي ما غاتشوفوش هادشي انت شوف واحد الشمر كيفاش داير اللي كتسول على الشمر وبغات شي شمر واعر هاد السطوار السطوار في تزر زيت وشوف كيفاش داير هانت كله بلي بول هانت شوف شوف لي توك ما كيفاش ما كيفاش زيد شوف ايش لا ولكن ما صغر ما كيف ماشي بحق ما تيبانش اللي درت بحق ما عرفت ياه الطول ها انت هذا السطوار انا نقول لكم تا هو الثمن ديالو ها انت هذا واعر تا هو دور دور هذا الفات كله ولا دور ستة حيدت الدورة كاع ماشي مشكل حطها لي ها سير هذا صافي خلاه صافي خلاه ياك اختي مرحبا ان شاء الله السطوار انا نقول لكم الثمن ديال السطوار دابا خص هذا الشيء ها انت ولكن داك الشيء راه غزال اليوم قلت لكم اليوم بياسات واعرين اليوم لا صافي صافي اه جوج انا صافي صافي ها انت هاد ما زمان ما جاوبتينيش نجاوبك اختي بالله تعالى نجاوبك نجاوبك ان شاء الله باذن الله اليوم غير بشويه عليكم غنجاوبكم على كل شيء دابا غير كنوريكم خير طلعت لك وصلت ها وشي لا 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 حتى ملي زرتك الفلك صباح الله يحفظك الله عصير الصابون ديال اسمي دي ما عرفتش اختي هذا اللي قلتي والله ما عرفت اه صافي مزيان هذا الشيء زاز هذا الشيء انا ديك الشيء صافي انا كي بان خواتم تيكونوا رخاص واخت زينب نشوف لك اختي وعليكم السلام سعود الله يبارك فيك سعود مرحبا بك شوف لي هذا واش فاطمة الزهراء شوف لي واش الميزان ديالهم هو هذا شوف لي هذا واش فاطمة الزهراء شوف لي واش هما هذوك هذو واش ديرهم هذا واش نفس الميزان ما عرفتش عندي واحد عند حماد واش الصوت الصوت في اليوتيوب هو هذاك كنتصرفوا نتصرفوا معاك ان شاء الله هذا المضم هادو هذا المضم يلا خديناهم اليوم وثمان رخاص هادو خفاف شويه ها هذا بوحدو هذا مزال واش هذا واش في ديال اللي قدموا لي اش اللي عطيتهم لك شوف داكشي ديالهم ولا لا هذا مزيان هو هذا لذيذ ها
زيد هادو هما لي زونسامبل بلدين عندنا زوينين زيد وقيل هذاك بوحده. يلا نبداو على بركه الله نبداو سير سوا خنشوف لك اختي شنو كاين في عصير الصابون نبداو بعدا بهذا الشيء اللي عندنا دابا هنا نبداو بواحد الكرميطات هي الاولى ها انت واحد الكرميطات زوينه هذه فنه وغزاله ورخيصه الثمن ديال هذه كدير 3650 درهم 365 اورو 3650 درهم 73000 ريال ها قول لنا واش غتكون في المحل المعارف ولا المنجرة باش نجي انا ماما ان شاء الله اختي سارة انا كاين في المعارف ان شاء الله نبدا بالقاصح نعطيهم القاصح هو الاول مرحبا اللهم بارك امين يا ربي امين هاشتاق الملكية المشتركة ياك حكيمة وقولوا يديروا هاشتاق لا ماشي هذا الملكية المشتركة بوحدة هذا البيع هذا اللي بغى البيع هذا كاين ثلاثة آلاف وستمية وخمسين درهم ثلاثمية وخمسة وستين أورو ثلاثة وستين ألف ريال هذه ياك كاينة هذه ديال رافينيتي الثمن ديالها 2700 درهم 270 أورو 54 ألف ريال صافي أنا نصيفطو لك دابا لالا هدى مرحبا صافي سير مرحبا يلا شكرا صافي كاين هذه دايره 2600 درهم حتى هي 260 اورو 260 اورو 52 الف ريال هاد الكرميطات هادو خفاف زوينين تكون في مراكش لا شنو في مراكش لا في كازا ماشي في مراكش ان شاء الله في مراكش ان شاء الله ان شاء الله طنجه الرباط مراكش اكادير ان شاء الله ها هو هادو الكرميطات ديال جوج ديال رافينيتي هادي ديال برا هادي ديال مصر هادي كيقول لها في واحد في هادي ديال مصر هذه الثمن ديالها كدير 2350 2754 الف ريال 270 اورو وهذه 2600 درهم 260 اورو 52 الف ريال كاين هذو الكرميطات هذو ياك ها هما لاحظتوا لي هنا ها انت كاين هذه الكرميطه هي ديال هذه بحال الرادكو ولكن هذه موديلات جداد راتكو موديلات جداد ها هما هادي كتسد بحال هكا هادي فيها هاد البلاك هادي مسيرتيه بالحجر هادي الثمن ديالها كدير 8000 درهم 800 اورو 8000 درهم 160 الف ريال فيها الميزان ديالها 14 غرام فاصله 40 3000 لا 3600 هي 3600 هذه الثمن ديالها قلنا كدير 8000 درهم 54 هي هذه ها هي هذيك هي هذيك هذه فيها واحد هذه 160 الف ريال 8000 درهم ولكن هذه راه فيها مسيرتي بالحجر هنايا الراس ديالها مسيرتي بالحجر هذه الخدمه الجديده هاي مسيرتي بالحجر كتسد بالقفل هنايا 160 الف ريال 800 اورو كاينه هذه سامبل الثمن ديالها كدير 4500 درهم 450 اورو سي حسن حتى تطواني ان شاء الله شوف والله ما كرهت كل مدينه كل مدينه نديروا فيها محل ان شاء الله علاش لا راه بكم انتم غنزيدوا القدام السطور باقي ما قلتش لكم الثمن السطور بلاتي غنقول لكم الثمن ديال السطور واعر هذه قلنا 90 الف ريال 450 اورو ها هي 90 الف ريال كاينه هذه كاينه هذه اللي فيها الحجرات الحمرين الثمن ديالها 8800 درهم 880 اورو 176 الف ريال هذه 8800 درهم 880 اورو هذه كاينه هذا الرادكو العاديه ديال البلاد هذه العاديه كدير الثمن ديالها 12 الف درهم مليون و40 الف ريال 12000 درهم مليون و40000 ريال هذه اختي نزيه كانت تصرف اختي في الهمي في الجديد الهميزه لا هادو كلهم في دوزيام ما هادو في الهميزات هادوك هادو كنسميو حنا الهميزات دوزيام ما ولكن هادو ما كنتصرفوش فيهم اختي الجديد نتصرف معاك فيه ماشي مشكل 3 شهور 4 شهور
ندير معاك مصارفه بجديد ما كاين حتى مشكل. ديال التاج هذا الثمن ديال التاج اختي واخا نقول الثمن ديال التاج كيدير 5 د المليون هذا 5 د المليون 5 ولكن راه قديم هذا هاك احمد قد لي هذا كيدير 5 د المليون دير ليه 5 د المليون 5000 يورو غورميطات هادو في الميزات في الدوزيام ما كان واحد الغورميط بنانا ها هي الثمن ديالها كدير 3200 درهم 64000 ريال 400 320 اورو غورميط البنانه وكاين حتى الكولي ديالو ها هو الكولي ديالو ديال البنانه حتى هو كيدير 6000 درهم ها هو كولي البنانه الكبير كيدير 6000 درهم 600 اورو 120000 ريال ها هو 6000 درهم 600 اورو كولي بنانه الكبير ماشي الصغير هذا الكبير الرادكو ديال البلاد شحال فيه من غرام ديال البلاد اختي فيه الغرامات ديالو 21 غرام هذا فيه 21 غرام ها هو كيدير مليون و 40000 ريال اشنو هو الرباط ديالكم في اليوتيوب كدير اختي بيجو تري جولد اوداود ولا مجوهرات اوداود الاورو الاورو اختي 1200 اورو هذا نهار يعطي صاحبتك هي صاحبتك انا بس حنا عنان شكرا على الكادو واخا عليك بلاتي انا كنترك الكادو خليك نخليك براسي حتى الشهر الجاي وبقينا على الشهر الجاي تنقول لك انا الهميزات ما فيش المصارفه ها هو اختي هذا الرادكو الكولي ديال البنانه ها هو قلنا لكم الثمن ديالو كيدير 6000 درهم 120000 ريال 600 اورو ها هي 6000 درهم 120000 ريال 600 اورو الرادكو ديال العنقيني كاين هاد البراسلي فيس كيدير 8000 درهم 160000 ريال راني عرفتك تتفرج على يا كسانة واخا لا تفرج مع راسها خليها كريم الكاميرا عطيني شي كلينيكس مسح هاد الكاميرا شي كلينيكس بغيت احمد شي كلينيكس مسح هاد الكاميرا قلت لك من الضبه نشوف اختي هاد الكاميرا اللي قلتي من الضبه نشوفو هاد البراسيل فيس الثمن ديالو كيدير 8000 درهم 800 اورو 120000 ريال لا تختي مسح الكاميرا بالله تسمحي لي احنا شوفي دابا واش مزيان هذا كيدير 160000 ريال انت كليانا مرحبا كلشي كليان والله حتى مرحبا بكم راه عند بكم نتوما كنزيدوا القدام ما كنتوش نتوما حنا راه ما كنسوا والو عندكم الله يهديك الله ينورك الكولي ديال البنانه هو هذا ها انت واحد الكرميط ها واحد الكرميط هي فيها بحال شكل ديال ولكن واعره ها انت كتسد بحال هكا وهذه هابطه منها شوف كيفاش دايره هذا في الهميزات هادو نورمالمون هادو كيكونوا في الجداد ماشي في الدوزيام راه خويا راه التجار ندير لهم التاج اللي كيبغيو وداود قالت لك عاد شفتك والله الا حرام عليك عليك حرام عليك مضمه ها اختي مضمه كاينه هذه ها انت هذه يلا خدي يلا جاوني اليوم هاد المضمه هادو عاوتاني ها لا تي كاينه هذه راه غزاله الثمن ديال هذه كدير هذه كدير 14 مليون ونص 14 مليون ونص هذه هي المضمه البابيو اللي هي رخيصه صح واش غندير لها بابيو هي مضمه شنو هي 14 ونص هاد المضمة هادي هي دايرة 14 مليون ونص هادي 14000 يورو 500 اورو هادي هادي زوينة هادي واعرة واعرة هادي غطير 12 ونص هادي غادي طيروا ليا بها هادي هاد المضمة هادي واعرة واعرة بزاف هادي ما غاديش تخليوها الكراماج اخويا ديالها فيها 212 غرام ارخص المضمه هذه واعره هدايا دايره 12 مليون ونص 12 مليون ونص هاي 12 ونص ولكن دايره فن هذه صراحه واعره واعره بزاف هذه ورخيصه وخفيفه هاي 12 فورو 500 اورو هذا البابيو هي كتحمق هذا البابيو ها هادو هما ارخص مضمات ولكن واعرين صراحه هاك
كاينين هادو هاد النظام دابا هادو هما اللي قلت لكم هاد يلاه جبناهم اليوم كاين هاد الشمار وكاين هاد كاين الشمار وكاين السطوار ولكن بلاتي بلاتي مازال نبرعكم عندي عندي ما نوريكم هنايا مازال كاين الخير هانتي كاين هاد الشوكه هادي كدير 18800 1880 اورو مليون و176 الف ريال مليون و176 الف ريال ها هي الفيومار ديالها انا كتسد هنا تازر زيت ما كرهش شي سنسه ديال واخا ان شاء الله حسنا ما حتى حنا ما كرهناهاش السطوار راه في تازر زيت بلاتي نوري لهم مزيان هذا كيدير 18800 درهم مليون و176 الف ريال هذه هاد الشوكه هذه ولكن راه غزاله هي كاينه هذه بلاتي نوريكم هاد السطوار السطوار راه واعره السطوار هذا بلاتي شوف السطوار كيفاش داير يا حمق هاد السطوار في تازر زيت هذا اللي كسرتي على تازر زيت ها انت ها انت السطوار في تازر زيت ها الثمن ديالو راه فيه 181 غرام كيدير 11 مليون الله 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 الله, الله ما شاء الله ها العشاقه ديال الذهب فين غتلقى هاد البياس هادي دخلناك والله فين غتلقاها ان شاء الله قول لي فين غادي تلقى هي هاد فين غادي تلقى هذا لم يعد من عندي ان شاء الله وانت غتاخديها هي الا بغيتي راه تاخديها انت هي عند جولد وذهب هي جولد وذهب ما كاينش شي بلاصه ناري 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 11 مليون 11 فور ولكن راه فيها حجر حر كله 11 حجر حر في هذا وفي ريبول ديال الذهب ها انت وفي تزر زيت 11 مليون 11 فور ها انت خناق بالله واش غتلقاي هذا صاري الذهبيه ديال المغرب كامله هذا ها انت 11 مليون 11 فور كاين هذا بلاتي نوريكم الشمار الشمار تا هو راه كيحمق تا هو هذا الشمار هذا بلاتي لا تنوريكم تا هما الشمار تا هو راه زوين هذا الشمار هذا غزال ولكن الثمن ديالو شحال بلاتي نشوف الثمن هذا الثمن ديالو هذا زوين 9 مليون ويلي ويلي 9 مليون و 3000 درهم هذا هذا غدا ما غيبقاش ان شاء الله هذا باذن الله هذا ما عمرناش شي شمر بهذا الثمن شوف هذا راه عندي فكره في هذا الشيء هذا يقدر يدار السطوار يدار سطوار واحد جوج سطوارات كتشوف دابا غدير فيه سطوارات يتلبس بحالك هاك كتدير فيه هذا دير فيه جوج سطوارات جوج بحال قلتي واحد يتلبس سطوار سطوار وشمار هانت ممكن ديري بحال هكا جوج سطوارات كيبانوا جوج بغيتي ديري الشمار راه غديري ليه الطريقه ديال الشمار ديالك ما غتلبسي جوج لبسات عندك فيه الحق جوج لبسات ما ضرب غادي يضرب هذا هذا 9 مليون 9000 اورو و300 اورو هذا 9000 اورو و300 اورو 9 مليون و60 الف ريال كله بلي بول غزال هاد ها الو ما كاين لا نتكيس لا والو دخل قاصح ولا حيد علاش الكولي ديال النباله ديال 16000 درهم والحلقه دايرين 5000 درهم بين واحد اختك كتهضر عليهم اي ما علاش كتهضري حسب الجرام هات عاوتاني راه كاين الجرام تقريبا 12 غرام ها انت يلا هاد المضم هادو امو دوزناو لكم هذا السطوار ديال تازر زيت هما هادو يلاه يلاه بالي 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 ها انت واحد الحصيره هاد الساعه اول مره غادي تشوفوها انت تشابر علينا خويا هي اختي كاين هذا الكروميت كدير 24500 درهم جوج المليون و90 الف ريال 2450 اورو فين واحد الكروميت ديك السامبل اللي عندنا حنا بحال هادي السامبل الثمن ديالها جوج المليون و90 الف ريال 2450 اورو كاينه هذه وكاينه هذه هذه حتى هي واعره ولكن هي ثقيله كدير 41000 درهم 4 المليون 4 المليون و20 الف ريال 4100 اورو وكاينه هذه حتى هي بحالها هاي هذه حتى هي 41000 درهم ها انت الحصيرات اللي عندنا دابا البرومنت ديال الحصير اللي عندنا هما هاد بولحية اختي كاينه بولحية عندنا واحد انا نوريه لك وهذيك النهار دوز هذوك الجوج طاروا بهم هذوك الصغار هذوك الغدا يصبحوا مشاو
الشمار اختي شحال فيه من غرام واخا الشمار والله ما نشوف الا بان لي التيك ديالو قريبه 154 الشمار فيه 154 غرام قالت لك لا 154 المهم هانتي كاينه هذه 41000 درهم هذه حتى هي 41000 درهم هذه 428000 ريال 4100 اورو الوحده هذا اللي زوينه 24500 درهم هذا الكورميطات ياك كاينين هادو هذا الكورميطات هي زوينه الثمن ديالها 13000 7200 درهم دي ديال تركيا 720 اورو 144000 ريال هاي 7200 درهم 720 اورو 144000 ريال غزاله هذه روميه وصحيحه فيها 13 غرام فاصله 40 شحال الكولي الوسطاني من الكولي الوسطاني هذا السوطوار كاين السوطوار وكاين غير اليوم كاين غير نجالات اليوم كاين غير الملايين الملايين الصحاح اللي كاين اليوم اللي كتبغي الحلقات عندنا الحلقات بلدين بزاف ديال الحلقات البلدين زوينين والنبيل هذه الروزه ها دير لي هذا في شي تا وفي شي حاجه اكولي اليوم راه قلت لك غادي نبرعكم اليوم وما تيقتونيش لا 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 دابا كاين واحد الشويكه زوينه هذه الفنه هي الشويكه الثمن ديالها شحال الثمن ديالها 6750 درهم فيها الروزه سانتيتيك 6750 675 اورو 135 الف ريال هانتي رخيصه وزوينه امين الله يجيب الرزق لينا وليك ان شاء الله بولحي اختي نوريه لك اش بغيت اعطيني لم يعطيني بولحي بغينا الفلوس بغيتي الفلوس اللي ما عنده الفلوس كلامه مسوس الله الشيخ نصف الله يجيب لكم شي خشه ديال الفلوس غدا في الصباح تصبحوا عليا هانتي اختي بولحي هو هذا بقى عندي واحد كيدير 8 المليون هذا هو اللي عندي دابا الوحيد مسكين هذا الدرويش اللي بقى عندي ما دو كله مشى ها هو كيدير 8 المليون 8000 اورو هذا هو اللي عندي في بول الحياه اللي عندي 6750 درهم 675 اورو 134 135 الف ريال هذه الشويكه ولكن راه زوين هذه الشويكه هذه كاينه هذه كاين واحد الخاتم اوغوز كيدير 2550 درهم ديال رافينيتي 255 اورو 2550 درهم 51 الف ريال هذا كيتلبس غير في الصباح الصغير عندي واحد البراسي ديال الميسيكا الثمن ديالو كيدير 4600 درهم 460 اورو 92 الف ريال ها هو بوتامرت ايه بوتامرت ماما واخذه ب 5 مليون بوحيا ايه 5 مليون اختي كان شحال هذه وعلى حسب الميزان كاين الميزانات ديك النهار انا دوزت واحد ب 5 مليون وشي 5 مليون و 60 الف ريال ما عرفتش 80 وديك المره دوزت واحد ب 4 على حسب كل واحد والغرامات ديالو هذا 4600 درهم هذا براسي ميسيكا 460 اورو 92 الف ريال كاين هذا ياك عندي واحد الفان كليف غزال الفان كليف هذا مستر مستر فاطمه زهر حداك ها انت كاين هذا في 5.9 هذا الفان كليف هذا 5.9 كيدير 6400 درهم هذا ما فيه لا حجر لا والو ها هو الثمن ديالو 6400 درهم 640 اورو 128 الف ريال الفان كليف زوين القياس ديالو 5.9 اللي يدير هذا ياك كاين واحد الخاتم توا في الفن ها هو ويلي 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 2100 درهم 210 اورو هاهي 2100 درهم 42 الف ريال شوف كيفاش داير 2100 درهم 210 اورو كاين هذا حتى هو اوغوز هذا وهذا اوغوز في الحمر في الحمرين هذا تاع عندك احمريكا هاد هذا 2000 درهم 40 الف ريال وهذا 2500 درهم 200 اورو 255 اورو هاهم هاد الجوج هادو ولكن هادو في الاحمر ها انت ندوز هذا
واحد القرميط زوين انت هما ديال رافينيتي. شوف على الحماق، شوف كاين هذا القرميط هذه الثمن 2600 درهم 260 اورو 52 الف ريال، وكاينه هذه الثمن ديالها 2400 درهم. كاينه في البيض، كاينه بيضه كدير 2400 48 الف ريال 240 اورو، وكاينه هذه كدير 2600 درهم 260 اورو 52 الف ريال. الفان كليف خليه ليك، لينا اللي بغى شي حاجه يعيط في هذوك النوامر. الله يعطيكم الخير. كاين 061 62 74 36، وكاين 06 72 47 28 عند لاميا. هادو كلهم اللي باي حاجه عجباتك، اي حاجه بغيتيها عيطي لهم وكونفيرمي معاهم، راه يخليوه لك. غدا يتواصلوا معاك، بغيتي تصيفطي الفلوس، بغيتي هما يصيفطوه لك، مهم اختيار كيكون عندك انتيا. واحد الحويلقات فني، نشوف واحد الحويلقات او سميتو ديالهم هانتي الحلقات والبوندونتيف بشحال ب 3300 درهم. ها مغزالين هادو هانت الحلقات والبوندونتيف ب 3300 درهم. ها انت 3350 درهم، 3350 درهم 67 ريال 335 اورو. حويلقات ديال الوريدات ياك، وفيهم وكاينه العلاقه ديالو. ها باينين هادو خدم طويل. ها هذا ها، واخا نشوف لك اختي، نشوف لك انا معاكم، انا معاكم. داكشي كان غادي نوريه لكم ان شاء الله. الكرميطات هما حيدتهم ياك، ها هما باقيين ديال رافينيتي باقيين. هذا الخاتم قلنا ها هو مازال حتى هو باقي، هذا الخاتم هذا ياك. هاد جوج هما حتى هما باقيين. زيد ندوزو ان شاء الله لحاجه اخرى. زيد ها انت واحد البرومونتيف الثمن ديالها 1500 درهم، لا غلا على مسكين 30000 ريال 150 اورو. يلا 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 شوف، يلا يا رجاله، يلا العيالات شريو الذهب. الذهب راه ما كاين ما احسن منه، الله يهديكم. ديما تنقول لكم الذهب راه غتندموا عليه. شريو الذهب، ماني السيكان اللي كيشريو الصناد اللي كيخسروا الفلوس غير في الماكله. بركه من الكرش بقاو تشريو ليا الماكله، راه تاكلي اليوم تبغي غدا. الشهوه راه ما كتحبسش، كتضرب تما، راه باقي صغيره ولا انت باقي صغير. خبي شويه الفلوس، ما تقدرش خبيهم، خبيهم في الذهب. احسن حاجه، احسن استثمار، احسن ادخار هو الذهب. السطوار كاين، شريو لي الذهب وما تندمش عليه. ما هنا راه 5 سنين، ما يطول الله العمر 10 سنين. تلقى لنا شرف ديك الساعه يجي يقول لي راه بغيت الذهب شريته من عندك، ونشوف ديك الساعه واش غادي. انا معك، واش غادي بغيتي الشمار من الاول السطوار. واش غادي تفكري ولا ما غتفكرينيش؟ غتقول حتى الا مت تقول هذاك السيد الله يرحمي، الله يرحمه، الله يرحم لي والدين، راه عطانا واحد النصيحه. الفاكريف هو هذاك. ها هو هاد الحلقات الثمن ديالهم 13300 درهم، مليون و66 الف ريال 1330 اورو. غير حيت التليفون هذا باش كنستقبلوا، ولا كنتي باغي شي حاجه كنجيب لي باقي دابا حتى ريزيرف. 13300 درهم 1330 اورو، مليون و66 الف ريال. ها هو فنين غزالين. ياك اختي، ياك اختي براسي الفان كليف خدا عمر، هذا عمر طيرو اخبارك اش حاجه. الرجل كيكرهوك، هو شوف عارف انا الرجل كيكرهوني، عارفهم الحمد لله. ولكن ما انا ما غير تفكرونيش، نهار يوقف على ديك الذهيبه وغايقولوا للمراه انا واقف على واقف على شي فلوس، كتشي المراه كتجيب هذيك الذهب كتقول لي هاك الذهب سير بيعو، وغايلقى فيه. والله الا واحد السيده في الدار جات عندي بحال هكا، قالت لي واحد قالت لي كنشري الذهب بلا خبر الراجل، قالت لي واحد النهار قالت لي سمعتو تزاير على الفلوس، قالت لي مشيت ومشيت بعد ديك الذهب، قالت لي ما قلت ليه حتى شي حاجه، وبعد الذهب ما عرفتش 16 مليون. قالت لي وانا نجيبو لك، وانا نقول لها هاك البركه هذه. قالت لي وبقى كيتعجب سطوار، قالت لي وبقات كيتعجب فيا، قال لي دخلنا عليك بالله من جوك الفلوس 16 مليون. قالت لي هذا هاك، وهي تقول لي، قالت لي وانا نقول ليها من يجري الفلوس ذهب، كنت كنشري الذهب بلا خبرك نتايا. قالت لي وديك الساعه على الذهب، وديك الساعه واش شريتو غير تقام عليا غير ب 7 المليون. قالت لي من بعد لقيتو جاب لي 16 مليون، قالت لي راه بقى بكي كاع بالفرح بحال هو. قالت لي حس براسو تفرجت عليه واحد الحاجه ما كانش كيتوقعها. شوف سبحان الله العظيم، الذهب راه ما عندوش قيمه، والرجال ما غيحملونيش، ولكن ما عندي ما ندير لهم. انا شوف غير كننصحهم بحال شي دري صغير كتنصحو وما كيبغيش هضرتك، ما كيتقبلهاش، عندك تجي قاصحه كاع حتى الفلوس. شوف الفلوس اللي كيضيع الفلوس ما يجريهم في الذهب. شريهم اخويا في الذهب،
ونساهم. هذا الله يعوض ياك، الله يعوضه، الله يعوضهم ان شاء الله يا ربي، يعوضهم بالخير ان شاء الله. كاين هذه الحلقات والبوندونتيف كدير 2700 درهم، 270 اورو 54 الف ريال، 2700 درهم 254 الف ريال. ها هي 254 الف ريال، 2700 درهم بوندونتيف ولي بوكل ب 54 الف ريال، 270 اورو. ها انت واحد الحلقه حتى هما كيحمقوا فنين واعرين، حلقه البوندونتيف اللي في مرضى شنو هما؟ قول لي شنو هما؟ ورق طوال. ها هما 13000. 13000 هادو بالروزز، ها بالروزز هادو 27000 درهم، 2700 اورو 2 للمليون و4، 2700 درهم، 2700 اورو 2 للمليون و54 الف ريال، 200 2700 درهم. بعدا كنت في كازا زعما المحل قريب يكون راه رجلي جرى لي هذا هو لا لا حياه الله بيجري عليك لا والله هذيك اشري اش غيجري عليك الراجل، بالعكس الراجل الملكي يبغي تهلا في المراه اشنو كيشري ليها في نظره يديك، كيفرحها بالذهب، ما كاين شي حاجه اخرى تفرح بها المراه الا الذهب، وانا ويشري لها ليش ليها الذهب هو باش كتفرح المراه. خاتم خذته ولا 100، ها هما هذه الحلقات هذو دايرين 13300 درهم، 1,066,000 ريال. حلقة البنان لا براس لي فانك اللي فختي تبعيك عمر تبع عندك مريزيرفي عند سميتو هاك الحلقة الى بغيتيهم. المهم هادو قلنا الثمن ديالهم 27000 درهم، 2700 اورو 2 للمليون و 140000 ريال. ها هما هادو ديال قلنا هذا دوزناهم، هذا دوزناهم الورقات، هادو هو هذه ديال الورقات. ها هذيك المره تلاقيت مع واحد الدري في الزنقه ويقول لي يا خويا، قال لي وداود، قال لي يا خويا كنطلع مع الدروج، قال لي وكنسمع قلت له، قال لي وليت حط صوتك، قال لي كنطلع مع الدروج كنسمع ما كتفرج بك الله يخليك الوالده ويحفظها لك. وقت رتب لا واش غندير، حتى انا تبليت خضرني راسي واخا نكون عيان، ما عرفت خصني ندير لكم اللايف ضروري، هذا اللايف هذا وليتي ولات مشى ليا في دمي معكم. كاين هذا الكولي والحلقه ديالو هذو واعرين، هذو فنين، هذو جاوا من الرباط اليوم، جابوا لي السيد من الرباط، هاهم كولي والحلقه فنين، الثمن ديالهم كيديروا 21600 درهم، 21600 درهم 2 للمليون و32 الف ريال، 2160 اورو. هاهم فيهم الحلقات، فيهم غير الكولي، كل كولي كله داير، ها انت الكولي كله داير بسميتو، شوف كيفاش داير الخدمه ديالو واعره صراحه، شوف انت هالكولي وهالحلقات. فانا مشيت نشري الذهب في قيصريه طنجره، صدقت مزوجه من تما دابا 36 سنه واش انت هي المرا ديال الوالدين وشكون بحالك، وهذاك هي المرا اللي مشات تقدا، اللي مشات تقدا الذهب تقدا الراجل شوف داكشي ارزاق سبحان الله العظيم، هادي آه ارزاق، شوف الله يخليك ليه ويخليك ليها تنتيا ويحفظك موليدات، بالعكس ولا ولد الناس وكن سميتو بالعكس. هانت هادو دايرين الثمن ديالهم 21600 درهم، 2 للمليون، 2 للمليون و 32 الف ريال، فيه الكولي وفيه الحلقات، هما كاينين هادو ياك. كاين هاد البراسلي هذا، هذا الثمن ديالو 12500 درهم، مليون و2250 12 هما هذا 12000 ولكن هذا فيه الروزا سنتيتيك باش يعرفوا. هذا الكولي هذا راه فيه الروزا سنتيتيك، سنتيتيك هو كيبان بحال الروزا حره ولكن هي سنتيتيك، الخدمه ديالو ديال الخدمه الروزا حره ولكن هما دايرين ليه سنتيتيك. ها هو مهم هو كاين، ولكن هو زوين صراحه، خدمه فيه واعره حيت بحال هذو كيكونوا اصلا ثقال. اشنو الغوز هذه؟ عطيني هذا كولي هاك، ها صافي عرفتها هاك ان شاء الله باذن الله يا ربي يجي عندنا. مرحبا بكم. كاين هذه النبله هذه خضراء واعره، هذه كانت قبيله، كانوا جوج تباعت وحده قبيله في الجروب، بقات هذه دايره 12500 درهم، مليون و50 الف ريال، 1250 اورو، هاي 12500 درهم 1250 اورو هذه.
12500 درهم كاينه هذه، وكاينه هذه الثمن ديالها 20000 درهم، جوج المليون. هاي 2000 يورو هذه تاعي، ولكن ثقيله. طبعا فاتي عند سميتو، عندي شي وحدين ندوزو معلين، عندي شي وحدين عمر. هذا قياس 6، هذا العبر ديالو قياس 6 ياك، وهذا قياس 6.3، هذا كبير شويه، هذا مغلف من الداخل، هذا خوي من الداخل. كاين، ولكن عندي وحدين ولكن فيهم الخضر، انا ندوزهم، ولكن حتى هما زوينين، انا ندوزهم دابا ان شاء الله. هذا كاين، هذا كيدير الثمن ديالو 2 المليون، ولكن ثقيل، القياس ديالو 6.3، هذا القياس 6، لكن هذا زوين صراحه، هذا ديال 12000 درهم فن، هذا 12500 مليون و50، هذا واخا ثقيل ولكن الخدمه ديال هذا احسن من هذا صراحه. هذا في الحجر بحال الخدمه ديال الروزه، هذا في الحجر القديم، هاد الجوج هادو فنين، هادو بالنسبه اللي بغاتهم هما كاينين. عندي واحد جوج دبالج، ولكن هادو ديال السعوديه ماشي ديال المغرب، ها هما دبالج، هادو القياس ديالهم 7، كبار هادو تبارك الله، قياس 7 فنين، سبعة هادو تبارك الله، هادو دايرين مليون، ترى تقال دايرين مليون وخمسين الف ريال، هذا مليون وخمسين الف ريال، مليون وثلاثين الف ريال الواحد. إلا بغات غير واحد 11150 أورو الواحد، بغيتيهم بجوج غيتقاموا ليك بجوج المليون وستين الف ريال. القياس ديالهم الدورة ديالهم 7، ولكن هادو ديال الذهب ديال ورينا الشوكة تاع الأحجار الكريمة الماس، واخا نشوف ليك. هادو دبالج ديال السعوديه، كاين هاد النباله هادي، ها هي فنه هي هادي، عامره وثقيله والخدمه ديالها صحيحه بيان فيني الصراحه، زوينه هادي. الثمن ديالها 21500 درهم، 2 مليون 30000 ريال، فيها 41 غرام. نوريك اختي شنو بغيتي نوريك، غير قولي انا معاك. هذا فيه 6.3، كبير شويه، 6.3، 21500 درهم، 2 مليون 30000 ريال، فن هذا، زوين بزاف هاد البراسلي هذا، وثقيله. كاين هذا ديال الاكس كيدير 4400 درهم، 4400 درهم، 88000 ريال، 440 اورو، القياس فيه 6، هذا 6. راجلي تلقيت له هي لا بغيت علاش؟ لا بالعكس، قول لي بالعكس، عندك فكره غلط. لا عفاك، بشحال فيه من غرام ديالها؟ شنو هي اختي سوسان؟ شنو هي هذاك التاناري التليفون؟ قتلت انا بالتليفونات. 440 اورو، 88000 ريال ديال الاكس، العبار ديالو 6. كاين هذا ديال الفيس، ها هو هذا ديال الفيس، زوين هذا فيس، الفيس اللي خارج من برا، ها هو، وفي هذه اللعبه، هذه الحجره هابطه منها، درت عليها مولاتها، والثمن ديالو 10600 درهم، 10600 درهم، 20000 سنس هو هذا. ورينا الطوانق الفان كليف، عفاك نشوف اختي واش عندي بعدا. هذه الثمن ديالها 10600 درهم، مليون و 12000 ريال. هذا القياس ديالو شويه صغير، هذا قياس، لا 6، هذا مزيان قياس 6، هذا عافاك. بغوش البغوش اختي، البغوش وقيلا تباعت ديك البغوش. هذا الثمن ديالها قلنا 10600 درهم، مليون و 12000 ريال. دابا حيدتي لي درتيه انت، والله تحرم عليك، بقى الناس هاي تمتعوا بعدا، خليهم غير يشوفوا يسقيو عيناتهم. الله يهديك، هاد لامية هادي تا هي، الله يهديها، مليون و 12000 ريال هادي، ها هو. ولكن راه ثقيل تبارك الله، وكاين هذا قديم، الرزوز قديمة، ها هو. هذا كيدير 15000 درهم، مليون ونص، 1500 اورو، هذا الرزوز قديم، هذا ديال لونتيكيتي، هذا قديم. انا راه الدنيا دخلتي معطلة، انت شحال ضاع عليك؟ كاين هذه الزرقاء مشات السنسور، بقات العلاقه كدير 2500 درهم، 50000 ريال، 250 اورو، بومونتيف بوحده 250 اورو. ياسمين حلقات بلديين عندي، واعرين بزاف ديال الحلقات بلديين، انا نوريهم لك دابا ان شاء الله. عندك حلقات اللي على البلوطات البلديين كونتوار فيك؟ لا صافي صافي، تاج 5 مليون اليوم بعثت دوك التاج، راه دخلتوا الانستغرام واحد 12000 ريال، واخا صافي اختي. كاينه هذه تباعت قبيله، وحده ديال اللي كانت دايره 25 مليون تباعت، وتباع واحد التاج، وتباع واحد الشوكه عند السيده، راه خذاتها عندي واحد النقافه جاتها عندي من تطوان،
راه طقيناها في الانستغرام ديالنا سعيده ميري معروفه تبارك الله راه كاينه في طنجه راه كتخدم العرسات واعرين وكتنقف الذهب داكشي تبارك الله دخلوا عندها تبارك الله داكشي عندها زوين تبارك الله ما شاء الله راه خدات عندي هذه كتنقف بها وكتنقف عندها التاج وعندها تبارك الله عليه شوه بزاف عندها نظام ديال الذهب كتنقف بهم تبارك الله سعيده ميري دخل لاباج ديالها راه خدات عندي هذه بصحتها قالت لي بصحه العروسه اللي غادي تنقف بها المهم بقات عندي مازال هذه كاينه هذه هي الطوانك ديالها دايرين 20 مليون هما الطوانك ديالها اللبه الكبيره حوال قبل دينا عندي تبارك الله اللهم بارك كاينين ها انت عندي هذه الحلقات والبوندونتي فهمتهم يلا خديتهم اليوم ها هما لي بيغ الحره وفيهم بوندونت الحلقات والبوندونتي فهم البوندونتي والحلقات كيديروا 4800 درهم 480 اورو 96 الف ريال طنق اختي كاين طنق عندي واحد 4800 درهم 480 اورو 96 الف ريال ها هما الحلقات والبوندونتيف وعندي واحد الحويلقات صغيورين كيديروا 1200 درهم بيضين وفيهم لا غرمت انت غرمت فيها لويزا قلتها انا دويسا لا هذيك راه براستي فيه في هذيك براستي في هذيك الحجيره بيضاء هذه 1200 درهم 24 الف ريال حلقات بيضين صغيورين ها هما كاينين هادو تاهما دوزناهم وكاينه هاد النبله هادي غزاله هادي شوف 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 قديمه شوف ما شاء الله كي دايره عريضه من هنا ورقيقه من هنا شنو هي هادي اللي قلتي ما عنديش غورميت فيها اللويزه مليحه وهاد الشيء الله يهديك الا دوزت قبيله اختي ما عرفتش غاديش الثمن صافي بلاتي لا عرفتش اللي ما عرفتش دوزت شوف واش عندكم شي حاجه دوزت شي غورميت فيها النبله غورميت فيها اللويزه كاينه ها هي عند عمر ها ها كاينه كاينه زيد الثانيه زيد ها انت كاينه هذه النبله هذه الثمن ديالها تبارك الله كدير 47500 درهم ولكن راه قديمه حجره حره شوف حجره حره هذه حتى هي شوف ولكن هذه كما قلت لكم هذه كتجي في الاول ديال اليد هاكا كاينه هذه راه هذه غساله النبله هذه شوف كيفاش كتلبس هذه كتلبس بحال هكا حيت هذه ديال اليد كتجي صغيره هنا كتجي عريضه مثلا الحكايه اللي كتلقى مثلا عندها هنا صغير وهنا كتلقى تبارك الله ملحم هنا هذه غتجي معها واعره هاد النبله هذه حيت هي صغيره من هنا وهنا تبارك الله عريضه تبارك الله ما شاء الله الا كانت شي وحده حلقه بلديين عندي واعرين غير تسنيني دابا انا معك هذا ديري 4750 اورو 4 مليون و150 الف ريال شوف بياسه اونيك ما غادي تشوفها الا عند اوداوي ها انت ها فنه هذه فنه هذه المضمه هذه واعره البابيون القديمه بلاتي انا جايكم بلاتي ما تمشيو فين اليوم غادي نحمقكم اليوم ان شاء الله تحمقوا لا يا انا يا نتوما حمقتينا حنا لينا وانا انا حماقيت كاين هذا البراسلي هذا كيدير وقيلا هو الخاتم ديالو بلاتي نشوف لا هذا بوحدو هذا بوحدو ها انت كاين هذا هو الخاتم ديالو ولكن هذا بوحدو كيدير 8000 درهم 800 اورو غزاله هذا البراسلي هذا 160 الف ريال وكاين الخاتم كيدير 3300 درهم 63 الف ريال الخاتم 63 الف ريال 315 اورو الخاتم بوحدو وكاين البراسلي بوحدو كيدير 160 الف ريال 800 اورو لا بينا ونجاوبك اختي قولي لي حسن بغيت براسلي ديال ليبرا عافاك كاين اختي دنيا براسلي ديال ليبرا كاين واحد عطيه ليبرا فينا واو هادي ليبرا عطيه لي ديال ليبرا عطيه اختي لميا الساعة السلسلة اللي فيها علاقة خاوية شنو هي السلسلة اللي فيها علاقة خاوية ما عرفش هو هذا ها هو وقت يدلي ليبرا هو هذا كيدير الدنيا هذا كيدير 19000 درهم ولكن غزال 1900 اورو فيه 34 غرام ولكن راه قاصح وتبارك الله ما شاء الله صحيح وغزال وثقيل قلنا هذا البراسي والخاتم وريته لكم ياك ها هي شوف واحد السلسلة شوف ويلي 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 تبارك الله ما شاء الله شوف كتحمق هذه شوف ترى لي الصوت خليني نديرها لميا ها هو هذا السلسله والعلاقه 18000 درهم 1800 اورو شوف كيفاش داير حيت هذا خصني ندوز زياد اللايف كامل حيت هذا خصو يكون مسجل في هذا اللايف مسجل فيه يبقى حيت هذا ما غاديش نعاود نلقاه يبقى في اللايف هذا تنسالي هذا اللي غيدخل يتفرج في اللايف واخا دوز 100 عام واخا نموت انا غير قاعد
ما هي القاوز اللهم انت يا اختي ها انت تبارك الله ما شاء الله هذه دخلناك بدا تدخليه دابا ودخلي لشي عرس لا لا صافي قولي اخويا العرس غيهرب كل شيء غيهرب ها انت هاتي هاي العلاقه والسلسله الثمن ديالها كيديروا 18000 درهم 1800 اورو مليون و 160 الف ريال 18000 درهم ياك واللي بغات الحلقات اللي يجيو معاها كاينين هادو ها واعرين حتى هما كيديروا 20000 درهم جوج المليون ها اللي بغات اللي يجي معاها وما هذا الحلقات جوج المليون 2000 اورو والسلسله والعلاقه 18000 درهم 1800 اورو مليون و 160 الف ريال هادي ها انت لالا تبرعوا لي مع ريوسكم اختي السطوار ديال اللؤلؤ والله الا دات واحد السيده اليوم بغات توري لواحد السيده يقدر ان شاء الله يتباع ديك ديال 5 المليون يقدر ان شاء الله يتباع الى من بدات واحد السيده مشات فيها العروسه العروسه بصحتها وراحتها وهذيك شوف هذيك اللبه حليمه هذيك اللبه عرفتي اش درت لها درت لها الباروك وقريت عليها قلت يا ربي هذه السيده اللي غتلبسها ان شاء الله باذن الله تيسر تكون ميسره في حياتها ان شاء الله سي حسن السنه ديال المصحف لا لا عندي المصحف اللي عندي دابا عندي جوج هذه قلنا ها ما دوزناهم ياك حيد يلا راه ليا ها واحد النبيل شوف واعرين 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 بزاف هذه يلا جبناهم ها كاينه هذه 13100 درهم مليون مليون و مليون و 62 الف ريال مليون و 62 الف ريال هذه هادي غزالة هادي هادي 13100 درهم مليون و 66 مليون و 62 في 1310 اورو مغلفة من الداخل فناد النبال هادي شوف كيفاش دايره مخدومة صراحة واعرة هاي 13100 درهم كاينة هادي كاينة هادي فيها الروزة حرة ها هي ولكن يطيح عليها واحد الحجيرة نصيبوها ليها دايره 2 مليون و 50 الف ريال 2000 و 250 اورو شوف 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 سقيو لي شوف انا شوف اللي ما شريت تنزل بارك عليا غير تنزلوا لي مع روسكم وبارك عليا كاع ما تشريو انا من عندي 2 مليون و 50 الف ريال 2 و 250 اورو براسلي كارت اختي تبع عندكم براسلي كارت اختي ها هو اختي ها هو براسلي كارت اختي واعر ها هو الثمن ديالو كيدير 8000 درهم 160 الف ريال فيه 15 غرام فاصله 4 الله يحفظ لك الوالده السي حسن وشكون غادي يجيب لي الهميزات ها قد البلوطه ها من حلقتهم هذا ها مع داك السطوار انا السطوار هذا صافي الحلقات صافي حلقات ها صافي لنا ياك هذا الثمن ديالو كدير 22500 درهم امين الله يطول عمركم ان شاء الله واش الحلقه الروزه الحلقه الروزه اختي خدتهم سلاميه شاوط عندي وحدين غندوز لكم شي وحدين اخرين مليون جوج مليون و 50 الف ريال هادو 2250 اورو كارتي وريتو لكم هذا زوين ها هو فن هذا هذا الصراحه شوف شوف هذا هذا غيمشي معاه هذا شوف هذا هذا غيمشي لك غيمشي ليا معاه هذا ديالي وهذا زوين البراسلي كيدير 10700 درهم مليون و 14000 ريال 1070 اورو البراسلي مليون و 14000 ريال 1070 اورو غيجي مع هاد مع هادي هادي واعرين 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 بزاف هادو شوف البراسلي وهذا والحلقات اللي لم خد... لم يرد الا ما تبعوش عندها ما عرفت المهم هانتي حزدوا فيهم حسره خضراء ولكن عندي وحدين اخرين بلاتي بلاتي عندي وحدين اخرين فينا هما عندي هادو ها هما هادو 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 ها هادو, هادو توم يمشيو معاه هادو هما هادو يمشيو مع هادو ها البراسلي البراسلي الحلقات والسلسله والعلاقه الحلقات دايرين 2 مليون و 20 الف ريال 21 الف درهم البراسلي داير مليون و 14 الف ريال 1070 اورو ياك والسلسله والعلاقه 18000 درهم 1800 اورو هادو كلهم هادو دوزناهم كاينين هاد الحلقات هما زوينين دايرين 17000 درهم هذا فيهم الروزة حرة لا الروزة حرة هذا 17000 درهم مليون و 140 الف ريال 1000 مليون و 160 18000 درهم هذه 17000 درهم 1700 اورو البنات اي حاجه بغيتوها تواصلوا معنا هالنوامر ديالنا
عيطوا وسولوا لمياء عمر يعطيكم جميع المعلومات اللي بغيتوا، الطول والسلسلة بوحدة، العلاقة بوحدة، كل شيء يعطيوها لكم. هذه ديرها 17000 درهم، 1,140,000 ريال، 1700 الأور. ياك الخيط الريح، ها هما الخيط الريح، شحال هذه غبرة الخيط الريح، غابرين غابرين وبلاتي تحت معك أنت ناري يا أختي تابلاتي. خلينا غير نسقي عويناتي في هذا الشيء، والناس يسقي عويناتهم بيك ساعة بيع يلا يديك ولا من هانتي خيط الريح. ها أنت خيط الريح، شوف الله 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 ما شاء الله، شوف كين هذا، شوف واعر خيط الريح هذا، واعر بزاف كاع. الثمن ديالو عرفتي شحال؟ 16,400 درهم، 1,940 اورو. 16,400 درهم، 1,000,000 واتي بلاتي ناري يا اختي، 1,940 اورو، 1,100,000 قول جوج المليون، قل 12,000 ريال. كاين هذا ياك، هاك هاك اختي، كولي يا اختي، هاك ناري ناري هنين. هانت كاين هذا، ها واحد اخر تا هو فن هذا، هانت هذا خيط ريح اخر، المره عندي ثلاثه جاوني عاوتاني اليوم. هانت هذا خيط ريح عاوتاني، شوف حتى هذا الشيء سالوا المغرب كامل. الا لقيتوا عند شي واحد هذا الشيء جيو دفلوا عليا، قولوا داود ما عندكش كلمه. هانت هذا بوحدو الثمن ديالو 14000 درهم، 1,400 الاورو، 1,014,000 درهم، 1,400 الاورو، ها 14000 درهم، 1,400 الاورو، يا الله لا لا 14000 درهم. التاج القديم كاين، التاج القديم كاين، هذاك ماشي قالت لك اختي لمياء كتبرصتي اللايف، وخلي الناس يتمتعوا شويه في اسقوا عويناتهم. راه كاين اللي كيتفرج غير يشوف بياس الله يهدي. انا ما بغيتش نبيع، علاش اختي قلت لك باغي نبيع؟ انا ما بغيتش نبيع اختي، انا باغي نوريهم انا اختي. هاي ساكته يا اختي، هاي واش البياس هذا نعاود نلقاهم انا؟ راه ما غنعاودش نلقاهم الله يهدي. ها انت واحد اخر، ها ها انت راه كاين لايفات ما كنلقى ما كنوريكم، دابا ما حد لقيت ما نوريكم، خليني نوريكم، خليكم تسقي لي عويناتكم عريسكم. ها انت هان قد انت دابا دابا في يديك واش حفتي ما حنا راه متنا. ها انت هذا حتى هو غزال، هذا الثمن ديالو شحال؟ هذا 14600 درهم، 1,460 اورو، 1,092,000 ريال. ها انت خمك بالله شي، واش هادشي ما كيحمقش هادشي؟ وتا خلينا اش غنوريك، خليني نوريهم، خليني ها انت 1,092,000 ريال، ها 14600 درهم. كاين هذا زيد اختي، يلا دابا غادي نوريكم الكليات، الكليات كيحمقوا الكليات بلاتي. كاين هذا كليات بلدين، ها انت كاين هذا الثمن ديالهم 36500 درهم، 3,130,000 ريال، 3,630 اورو. كاين هذا كلهم هادو في الهميزات في الدوزيام، الثمن مزيان 36,500 درهم، 3,130,000 ريال. كاين هادو ياك، خير الخير موجود اليوم، اليوم الخير مدفق اليوم، قلت لكم اللايف غادي يكون واعر. وانا اللي غتحمقوني، ها انت شوف 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 ها اليوم تبارك الله، اليوم راه لقيت واحد ديال علي بابا هذه، ها شوف داكشي القديم، التراث القديم، هادشي كلشي داكشي القديم اليوم. شوف الطانقي، الطانقي هذا تا هو بغيتي الله الله تنتيا 45000 درهم، 4,000,000 4,000,000 ونص، ها طنق 4,000,000 ونص، ها 4,500 اورو. طنقي واعر، طنقي مع التاج مع شنو اخر مازال مع ذوك الحلقات كشي الهبال، الهبال تبارك الله ما شاء الله، مع هاد المضمه هذه ديالها، شوف هاد المضمه كتشبه الطنقي، شوف ها هي كتشبه الطنقي هذه. آه يا عمر خويا عيط لك عمر خد النمره خويا. وكاينه هذه شوف السطور، واخا نوريه لك اللي في عمقي، واخا نوريه لك هانتي. شوف دابا تاج مع المضمه مع الطنقي، اصورتي داكشي شوف مضمه البابيو اختي، هذه دايره ارخص مضمه البابيو، 14,500,000 ونص، 14000 اورو و500 اورو. ها هي واعره واعره تبارك الله ما شاء الله، داك الشيء غزال 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 ما شاء الله. هذا الشيء غادي تخليني نحلم، حلمي ليا مع راسك، عيشي ليا في الاحلام والخيال.
مالك انت يعني احنا بغيت تخلصي عليهم شي حاجه راه كاين اللي يخلص الفلوس باش يتفرج ويحلم. المضمه 14 مليون ونص 14 فورو و500 اورو وكاينه هذه رخيصه هذه زوينه زوينه بزاف هذه يعني. 12 مليون ونص هاي 12 فورو 500 اورو 12 فورو 500 اورو هذه واعره صراحه. يلا زيد استنسل انت قلت لي غيتا استنسل الرقاق حتى اليوم الرقاق ما عنديش اليوم الرقيق قلم لي نصحاح مستفين مستفين الخناشيات مقاد هذيك اللي عازر هاي آه يلا خديجه. واش مضمه بالرزاص عافاك وريني بالله انت اختي نقلب اه بالرزاص اختي شوف الرزاص القديمه ها القديمه ماشي حتى الجديده حيت كاين الرزاص القديمه كتبان كتبان القديمه الخيال العلمي. شي كنز شي كنز راه قلت لك نوزه انا كنمشي ليهم نيشان ترى اخوك زهري انت راه داك الشيء ما كاينش بس علي راه ما نضحكوا هاد شي واحد وصل تا هو كيفاش داير واعر وصل لا واعر واعر بزاف تا هو شوف في الهميزات شوف بلا ما تمشي تشري في الجديد ويحسب عليك ب 600 درهم للغرام 700 درهم للغرام ها هو بثمن زوين ها حلقات حرين كل شيء هادشي زوين لونسومبل والثمن ديال لونسومبل كامل عرفتي شحال 35000 درهم 3 د المليون ونص واعر هاد لونسومبل هذا البلوطه حره 3 د المليون ونص 3500 اورو شكرا القياس السنتيم ديالها عبر يا خويا هذه 12 ونص عبر لي هذا عبر يا احمد هذا سلام قلت لك انا جايه فوزيه جي دابا دابا انا نتسناك هذا 3 د المليون ونص 3500 اورو يا كاين هذا كاين هذا ولكن هذا عندي فيه غير هذا عندي فيه صراحه غير هذا 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 عندي فيه غير الكولي صراحه خصني شي حاجه اللي تجي معاه كاين هذا تجي معاه هذا البراسلي يجي مع هذا ها ولكن الكولي بوحدو الكولي بوحدو كيدير 17800 درهم 17800 درهم 1780 اورو مليون و156 مليون ونص و 56 الف ريال كولي بوحدو ولكن رفن هذا غزال هذا الكولي هذا اللي بغا هذه كتجي مع صراحه هذه النبله تجي معها غير خصك غير الحويرقات الحويرقات اللي دوزت قبيله يجيو معاهم شحال هذا غيخرج عليك وداو ديك بعدا واحد عندك ولا عندك لا لا انا الاولى هي الاولى عيطات صافي صافي سير صور صور ابيعوا لا لا فاطمه مزال تضرب معانا صافي كاين دابا لم يا عمر دابا ولات ثلاث تليفونات قفرتوها نعم شحال تاع برا عبر برا فيها اكثر عمر عبر مع هذاك عمر ملي 38 سنتي ورا فيها 83 وقيل شفت كل شيء خضر فين الاحمر الاحمر اش غنديروا حنا بالاحمر الاحمر انا نوريك الاحمر هذه وداديه هذه شحال فيها؟ راه 77 اختي هذيك مضمه فيها 77 سنتيم 77 ارليا 77 سنتيم اختي هذه المضمه ديال 12 من ونص 77 سنتيم ها انت 77 سنتيم 77 سنتيم هذه في الطول بالنسبه اللي بغات تزيد فيها شويه راه تزيد ها ما اختي شنو عندك كاش بلاتي نوريكم دابا هذا لونسومبل كاين هذا لونسومبل هو زوين ها ها الاحمر ها الاحمر شكون اللي بغى الاحمر الحمر ها هو هذا لونسومبل كامل كيدير 2 مليون ونص 25000 درهم 2500 اورو في هذا الحلقات لونسومبل كامل الطقم واعر غير ب 2 مليون ونص 25000 درهم 2500 اورو هذا الا بغيتي انت نقصوا لك ماشي مشكل ما عنديش ما عندك قلت لي ما عندكش الكلمه علاش اختي ما عندكش الكلمه اشنو درنا لك اشنو درنا لك اشنو خدينا لك اشنو ديتي عندنا مستقلة علاش اختي ما عندكش الكلمه علاش ما كتجاوبوش واختي علاش اختي ما كتجاوبوش راه الدراري النوامر كاينين غير في لي كومونتير ما كنقدرش نجاوب كلشي حيت كاينين لي كومونتير بزاف اسمحي لي لا بين قول لي علاش كتبي كتبي دابا دابا نشوف كنتي دابا نركز عليك قولي لي يلا شنو بغيتي دابا حتى جا اختي 5 مليون هذا 5000 اورو هذا قلنا 2 مليون ونص 2500 اورو ياك عندي واحد ديال الجاكوار واعر 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 شتي كيفاش ديك الاغنيه واعر واعر شنيتها دونجي دونجي ياك السطور اللي في عنقك اختي واخا ها اختي ها هو نوريك دابا السطور اللي في عنقي ها هو
دابا نوريه لك. ها هو زال هذا السطور هذا اليوم خاص ديال الخضر. اليوم اليوم الرجوين هما انت ها السطور اختي كله خضر. ها هو تبارك الله ما شاء الله. انت واسي حسن جاوبني وين جاوبك اختي؟ بالعكس كيجاوب انت. ها رحيمة قالت لك كيجاوب والحمد لله على بالي كنجاوب. اش حفت اختي من الصباح انا كنقرا لك كومونتير وتقول لي ما كنجاوبش والله الا حرام عليك. كتبقى تدي وتجاوب عباد الله قالت لك كتبقى تدي وتجيب في عباد الله بحال كتصدق عليهم. علاش اختي غادي ناري يا اختي فين مشيتي علاش؟ اختي حنا شوف ما كنصدق على حد ما كيصدق علينا حد. حنا تنبيعو ونشريو الخضره مولاي ادريس هي اللي قال لها كريمه ومعاملتنا مع الناس الحمد لله ما كان حنا ما كان الناس يكتبوا لي كومونتير لكن الناس واحد كنديروا معاه شي حاجه ماشي هي هذيك. سريت عندو كيس وسخ ياك اختي ياك واخ وسخسختي يا جات باش تمشي من عندك وسخسك. الله الله اختي اختي نتوما شنو سخسك تفاش مابقيتش قرا ما تبقاش تقرا لي كومونتير لا نقرا علاش احسن معامله مع حسن فوزيه الله يحفظك الا فوزيه بالعكس الله يعمرها دار. لا والحمد لله الناس يجاوبوا كاع من جاوبك الناس يجاوبوك على بينا شنو قلتي لي بلاتي قلت لك يلاه جاوب انا جاوبتك على بيني يلاه قولي لي شنو شنو قلتي لي نجاوب مولات كانت خسخه ولا شنو انا جاوبتها قول لي يا اختي علاش ما جاوبتش. الله يحفظك اختي ها هما قلت لك اختي قرا لي كومونتير انا نقول لك حتى شي حاجه لا سرت لاختي لا سرت لا ما عندنا ما حطيتش نشوف في اللايف والله الحمد لله الناس يجاوبوك انا والله انا نجاوبك اقسم بالله قلت لك ما كتبت عليك وقول لي يا اختي شنو درت لك فضحيني قدام الناس اللي درت لك شي حاجه قولي لي يا اختي باغا تشري حسن شوف وانا ما انا كنوريو كندوي ما عنديش مشكل. الله يبارك فيك والحمد لله الحمد لله ملي اغلبيه كاينين ولكن واش كاين كاينين الهميزات كاينين في كاينين راه قالك تبارك الله عليكم كلكم وخصوصا عمر انت قالت لك الادب كاين ولكن المعامله ما كايناش وقولي لي اش درنا لي واسمع شوف شوف بعض المرات لا ما نقولوش عاوتاني بعض المرات راه كيتوقع شي مشكل. علاش كيوقع شي مشكل هو مثلا فاش كتكون مثلا شي كوموند كيكون مع المعلم كتكون هذه المره اللي نعترفوا بها شي كوموند عند شي كليان ما كيوجوش في الوقت هذا اغلب هذه كيكون بزاف مع المعلمين ما اختي حد شي حاجه هنا ما توحليش معنا في اي حاجه هذا الشيء نطلبوا كنطلبوا له ديما الله سبحانه وتعالى يبقاو ما تحاشموش مع الناس ديما كان صبر عمر قول لي كنزه رشيده برشيد كنزه برشيده كتسلم عليك. لا واختي شوف فوق هادشي كامل الا درنا لك شي حاجه سمحي لينا هادشي اللي نقول لك درنا شي حاجه راه حنا بشر ماشي يقول لك ملائكه ما كنخطاش لا وبالخاص البيع عسر بالضبط البيع عسر حنا شي اللي نقول لك حنا داكشي اللي كيديروا العيالات كون هربتي لا نطلب والله اختي شوف الا درنا شي حاجه سمحي لينا بزاف نعتذر لك اختي في اي مدينه كنتعاملوا مع الناس فيما كانوا شوف شوف والله الا شوف نتوما تشفق راسي شكرا لكم بزاف نتوما اللي كتشكرونا طنقي 45000 درهم 45000 حسن نتوما هما نتوما اللي انا طلبت مسامحه قبل منك. لا لا شوف والله تقلبنا كبير ومسامحه شوف حنا والله ما عندنا مشكل شحال وحده كتخاصم معنا وكترجع وكنتصالحوا وكنوليو معاهم مزيان الحمد لله بالعكس لا شحال من كتجي كتدي كتبدل وكتقع علينا وكتقلق علينا وتنقول لها اختي وكنقول لها شوفوا مابقاش تجيو كتجيو كتعاملوا لا الحمد لله بالعكس حنا تنبقاو معاملين مع الناس معامله شوف حيت الذهب راه موجود عند الذهبيه والذهبيه موجودين وصحاب اللايفات موجودين ولكن حنا معامله هي اهم حاجه والله حتى الدراري اللي معنا تنقول لهم شوف معامله هي اهم حاجه قبل من البيع عسرة اي واحد نتعاملوا معاه مزيان يكون هو يكون خايب ولكن ما يوقعش حنا نتعاملوا معاه مزيان هذا هو ال وكنطلبوا الله حتى شي وحده لو على شي غلط طلبنا نطلبوا لها مسامحه ماشي نقول لك انا ملائكه ما كنغلطوش ولا ما تيوقعش لينا لا بالعكس هذا هو هذا هو الهدف حيت علاش انا الحمد لله الطموح اللي عندنا هو نزيدوا لقدام
ونكسبوا الناس مزيان وعرفوا الناس مزيان، ماشي غير نبيع لك اليوم وغدا غدا انا كاع نغلي عليك ونولي معاك، ماشي هي هذيك. لا بغي نشري معاك اليوم ونشري معاك بنتك وبنات بناتك لا طول الله في العمر قدام، كنبغينا حنا نزيدوا القدام، هذا هو اهم حاجه. عرفنا العالم كامل ماشي غير المغرب، شي كنطلبوا الله، كنطلبوا الله هاي لا طول الله العمر ان شاء الله، ولكن باش بفضلكم بفضل ديالكم نتوما ماشي حنا بالكم حد الناس، الناس باش كتزيد القدام بالناس بالمعامله هي كلشي. والحمد لله هادشي كلشي من فضل ديال الله، ماشي بفضل ديال الله سبحانه وتعالى، بفضلك ديالكم نتوما، حنا غير كنديروا اللي علينا تنديروا الحمد لله. المهم شكرا لكم بزاف على هاد الكومونتيرات اللي كتبتوا لينا، شكرا شكرا لكم بزاف صراحه صراحه الله يسا، شكرا لكم ونتمنى الله سبحانه وتعالى بلا ما يحشمناش معكم، بقاو ديما كما كتشوفونا، حتى الا وقع شي حاجه مع الدري قولوا لينا حنا نصلحوه، ما عندناش مشكل والله، والله يكثر خيركم نتوما ويكثر ممثلكم، وشكرا لكم بزاف صراحه. غير هاد الكومونتير هادو في حد ذاتها بلا انا بلا ما نهضر. شكرا لكم، راه حنا نكملوا. هذا كاين هاد الانصومبل هذا ديال الجاكوار، هذا هذا مجبد. هذا الجاكوار مسرح، هو هذا انت كاين هذا وكاين هذا ديال العنق والحلقات الانصومبل كامل. الله يرحم لكم الوالدين نتوما، شكرا. هذا الثمن ديالو قلنا الثمن ديالو 40000 درهم، 4 مليون، هذا 4 مليون، ولكن تبارك الله زوين هذا الانصومبل، هذا فيه السلسله كوريانا، هذا 4 مليون 4000 فور. كرام قلت لك سيدي عمر احسن واحد في هذيك المحل. اش اخويا اش انا كيشكروك الناس. قلت لك سعاد مسامحني غير نقصني نقص لك اختي سعاد. بس الحمد لله سمعينا اخويا مسامح اخي، شوف والله الا مسامح الحمد لله، شوف حنا مسامحه في الدنيا وفي الاخره، انتم اللي تسمحوا لينا الا درنا شي حاجه ولا قصرنا في جهدكم ولا شي حاجه، سمحوا لينا انتم. اشنو هلا فيه الختم هذا، فيه ها هو الختم ديالو فيه. ماشي مشكل وانت صايبو انتم الله يهديكم، تمنى حنا نصايبو ولكن راه كتقشر عليا نقصوا لي، راه كتقول لي نقص 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 نقص، حتى ما كنخلي ما كننقص. حتى فاطمه الزهراء يا خدي ها هي حتى هي حدايا، قالت لك حتى فاطمه الزهراء ظريفه ها هي الشيء. سلام الله يحفظك اختي، مرحبا بك. عمر ولمياء طوب، ها هما شو ها هي الناس زعما كيسلموا عليك. والحمد لله الحمد لله، حنا بغينا ليكيب كلها تكون مزيانه. هذه دايره 4 مليون 4 مليون 40000 درهم 4000 فور ياك. هذا شنو نوري مازال راه خويا هذا الشيء اللي عندنا مازال هنا نوريوه. والحمد لله هذا هو كلشي. بو الحيا ها هو بو الحيا. ابراهيم سعيد ابراهيم ما كاينش اليوم. الله يبارك فيك. السطوار السطوار انا قلت السطوار قلت الثمن ديالو السطوار. هذاك فين السطوار؟ السطوار فين هو؟ السطوار داير 93 و300 93000 و300 درهم هذا. سعود لا اسمح تعود من تعود من راه الشمار هذا راه 11 مليون. لا هذا اختي 11 مليون هذا 11 فورو. ها هو 11 فورو هذا. هذا السطوار 11 مليون. راه هذا السطوار الشمار اللي داير 9 مليون. السطوار 11 مليون هذا. شوف الله يحفظكم ويحفظ لكم وليداتكم يا رب، يا ربي تحفظكم ويحفظ لكم وليداتكم ويسر لكم هادشي اللي غنطلب الله سبحانه وتعالى. سلام نهار الجمعه تلفت صراحه طوب معاك وفاء مع ريف خديت خاتم الديام، والله يحفظك وفاء، مرحبا بك اختي وفاء، شكرا. البلوطه الخضر هو هذا، ها هو كاين. لا عند فاطمه الزهراء صدقت ها؟ لا ديجا تقريبا. لا تعرف اللي حيد هاك اخويا راه التريزيرف عندها ولكن ثلاث ايام وعندها بيع اخويا شد لي الله يبارك فيك اختي حكيمه شكرا. الحمد لله شوف كنطلب الله والله الا شوف يا ربي يكون هاد المرحلات بحال هذيك كيبات اللي كاينين اللي في المنزره واللي هنا يكونوا في المغرب كاملين بحال هكا تكون معامله زوينه ونمشيو حتى نتوما الحمد لله الشيء اللي كنطلب الله سبحانه وتعالى. ها انت كاينه الشوكه هي قديمه هذه هاي دايره 72000 درهم
خيره ما شاء الله 72000 درهم. ما تجي اعطيه الرضا ما يجيش صافي. اه ان شاء الله. شنو اختي؟ ما امين الحمد لله امين يا رب. ما تقراش ليا في المراسلات. هاتي شوف واحد المضمه واعره، واحد المضمه تبارك الله ديال رافينيتي، شوف دايره 36 مليون غير 36 الف يورو. ها هو الشمار اختي، هو هذا الشمار. تمام مرحبا. الشوكه الصغير، الشوكه الاولى هذيك دوزها. اه الاولى، الاولى هذيك راه خديتيها انت مع 300. بلاتي نوريكم البارت ما تعاود ثاني، بلاتي نعطيكم البارت ونسيرو تنعسو. ها انت كاين هذا الشمار اختي، هو هذا كيدير 93000 درهم. 93000 درهم 9 مليون. شوف واعر والله عارف. شاد الشمار هذا والله حتى واعر. شوف غزال هذا الشمار هذا، هذا شوف واعر رخيص بزاف قالت لي. هذا 9 مليون شي حاجه ياك. بلاتي نوريكم دابا هذا المنظام. ها انت هذه شوف، هذه هي، هذه خلي مهم هي الاخر. ارى يلا ارى بسم الله نعمر لكم عاوتاني الكتاب شحال هذه، ما عمر لكم الكتاب عاوتاني بالبارتمات. ها انت كاينه هذه دايره لا 23 مليون و7000 درهم. 23 مليون و7000 درهم ياك. كاينه هذه، ها هي الثمن ديالها 22 مليون 22000 فور. ها هي كاينه هذه ديال التاج دايره 18 مليون ونص 18 فور و500 اورو ياك. كاينه هذه دايره لا حتى هي 18 مليون. ها هي يلا مرحبا 18 فورو. كاينه هذه البابي هذه تباعت، هذه صافي مولاتها ريزيرفات عندي اليوم. هذه ان شاء الله باذن الله غتمشي ان شاء الله. هذه هذه حتى هي ودعوها صافي ان شاء الله غتمشي. بقى عندي هذه زوينه دايره 13 مليون ونص، هذه فنه زوينه ورخيصه. هذه باش نقول لكم الرخاص، هذه 24 مليون 24000 فورو. ها هي كاينه هذه دايره 18 مليون ونص، هي فنه 18 مليون ونص وطويله هذه. اه الساعه تاع الساعه اختي ما دايرينش اليوم، غندير لكم واحد اللايف ديال ديامون ماغنو واعر 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 ان شاء الله باذن الله. كاين عنده لو شوا واعرين 21 مليون. ها هي وكاينه هذه اللي قلت لكم هرز دقدق. ها هي ولكن بلاتي نوريكم هادو دابا اللي هذه دايره 13 مليون ونص غزاله 13 فورو 500 اورو ياك. انت انت ها الوعره، ها الوعره دابا الواعرين هما هاد، هاد الجوج هما الواعرين. ها انت يا لالا، ها مولات العشاقات الذهب المغربي القديم هما هاد. ها انت فن فن هاد الشيء تبارك الله ما شاء الله. قولوا لي على هاد الشيء دخلنا عليكم بالله الا ما قولوا لي هاد الذهب هذا. شوف الذهب القديم المغربي كيفاش داير، تعشق غير تبقى تشوف فيه. ناخديت عندك البراسلي ونعملوا معامله. انا دابا بغيت نرادكو قول لنا شحال الذهب المستعمل الكرام اختي. لابين الذهب المستعمل الكرام عندي كيبدا من 500 درهم الكرام، وكاين الموديلات غير اللي غنقصك فيهم قله من 500 درهم دابا على حسب الموديلات فهمتي. كاين الموديل اللي كناخذو غير ب 400 درهم، وكاين الموديل انا ملي كنشري باش تكون تفهم. دابا كاين الذهب، كاين الموديل انا اللي كنشري ب 400، كاين اللي كنشري ب 430، كاين اللي كنشري ب 420، كاين اللي كنشري ب 480، كاين اللي كنشري ب 500 درهم. راه الذهب اختي راه فيه وفيه باش تكون عارفه. دابا الدوزيام ما على حسب البياسه كيفاش داير. هانتي هاد المضمة هادي اختي دايره 36 مليون وشي حاجة، هادي 36 الف فور تبارك الله ما شاء الله. هانتي هانتي بغيتي بحال داكشي القديم، داكشي العادي اللي معروف في السوق، راه كنبيعو لك ب 470 480 درهم. كاين دي بياس اللي انا كيجيو كنعطي فيهم الثمن باش نشريهم، حيت ماشي انا بوحدي اللي كاين في القيصرية مثلا في المغرب في الذهبية، راه الناس كتشري حتى هي، كيكون في الدلالة الناس كتزيد وانا كنزيد، وانا كنزعم شويه حيت الحمد لله انا تنبيع. داكشي علاش هانتي هذا الثمن ديالها 43 مليون، هذه 43 الف فور. ها بارتو الباركو دابا اللي عندي رخاص هما هادو. هانتي كاينه هذه الارخص وحده زوينه دايره 12 مليون ونص 12 فور و500 اورو. عندي هي هذه دايره الثمن ديالها 14 مليون ونص 14 فور و500 اورو. هادو تاهم. وكاين هاد الشوكات والحلقات. ها انت كاين هاد الفكرون هذا زوين، هاد الفكرين هذا، هذا محسوب غير ب 500 درهم للغرام. ها هو يلاه وفيه الروزه مازال، هذا خديته انا رخيص ولا بغيتو نبيعو لك غير ب 500 درهم للغرام. ها
دابا 500 درهم للغرام هاد 500 درهم ها انت بعدا بحال دابا هادي ها انت كاين هادي دابا مثلا هادي نبيع لك غير ب 480 درهم للغرام هادي اللي بغيتيها 480 درهم دابا كاين على حسب السلعه هاد دابا هادي موديل ماشي شي موديل اللي هو اللي هو مثلا زوين غيتباع ليا ما ناخذ جوج انا رخيص نبيعو رخيص ها هو هذا نبيعو لك ب 480 درهم هذا رخيص ياك خذ لك 470 ها غير 470 درهم ولكن بحال هادي يا شي هذه اللي عندك انا ناخذها ب 500 درهم الغرام هذه اللي عندك 500 ناخذ هذه نشريها باش نشريها هذه حيت علاش ما غنلقاهاش عندك وقليله في اللقاء حتى انا اللي بغيتها ما غنلقاهاش دابا هذا راه موجودين في السوق دابا كيجيونا كاع ما كنبغيو نشريوهم موجود ولكن حيت جديد هذا الشيء جديد ماشي شي حاجه ولكن الشيء القديم بحال هكا راه تمام لا لا ها انت هذه الحلقات مثلا هادو ها انت قدام فين غادي تلقاهم هادو الثمن ديالهم ديال 12500 درهم مليون و50 الف ريال دابا كنعطيك غير باش تعرفي اشنا هو الذهب المستعمل باش تعرف الذهب المستعمل كيفاش داير حيت الذهب المستعمل ماشي كلشي بحال بحال ها انت كاين هذا الثمن ديالهم 18800 درهم البنات بارك الله شحال بالساعه هذا درنا دابا ناري ناري 10 ونص تبارك الله ساعه ونص درت البنات والله ما سخيت بكم بالله ما سخيت بكم اليوم خاصه هذا اليوم ناشطه ليا راه شقه ليا اليوم عليكم اليوم عييت ما والو باقي في الجار نضرب معكم ساعتين ولكن شوف بارك درنا ساعه ونص والله ما حسيت بها وتبارك الله ما شاء الله كاينه مازال السلع ان شاء الله باذن الله شوف ما سخيت بكم صراحه قصرنا معكم ضحكنا معكم شكرا لكم بزاف على هاد الكومونتير اللي عطيتونا اليوم كاملين والمعامله وشكرا لكم بزاف حسن ما كتخرج الزكاه غير باش نضم اختي ها كنعطيك جوج ونضم الله يعطيك بخير عندي بحال هذوك الحلقات وزوينين هذوك الحلقات اللي عندك والله الا ما شاء الله نتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا نخليكم في الراحه ونخليكم ان شاء الله في احسن ما يرام والله يحفظ لكم وليداتكم وييسر لكم ان شاء الله يا ربي ورزقكم من حيث لا يحتسبون هادشي اللي غنطلب الله سبحانه وتعالى هادشي اللي وريناكم اليوم اللي وريناكم اليوم اي حاجه بغيتوها تواصلوا معنا غدا كاين عمر وكاين اللي غادي يجاوبكم على اي حاجه بغيتوها ياك ويعطيكم القياس الميزان الطول ان شاء الله يعطيه لكم القلوي القلوي عندنا في الجديد والجديد عندنا كما قلت لكم عندنا راه كل نهار غادي ندير لكم واحد ربع ساعه ديال اللايف في الانستغرام في فيسبوك في اليوتيوب كل لايف واخا كاع شوف واخا كاع ما تفرج وديك الساعه راه اللايف كيبقى مسجل كنحطوا فيه جديد حد ما كيبقاش الوقت فين نحطوا القديم والجديد والديامون غنبقاو نحطوا كل نهار غندير واحد ربع ساعه ولا نص ساعه ديال الجديد غنديروا فيه مثلا داكشي اللي كنجيبوه جديد في البلدي في الرومي في الرقيق في كلشي باش تعيشوا معنا تعرفوا معنا داكشي كامل اللي عندنا هنا تعرفوا معنا الحمد لله راه كاينه السلعه تبارك الله موجوده في الجديد داكشي زوين ان شاء الله شكرا لكم ما سخيناش بكم نخليكم ان شاء الله في اللايف الجاي ان شاء الله الله يسرنا لكم ان شاء الله الله يحفظنا ويحفظكم دعوا معنا انتم يا ربي امين بالرزق والتيسير ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تصبحون على خير تي من سيوين تي السعديين تي لهنا الخير اكون يعاون ربي تي من سيوين السلام عليكم زارج اختي حبسي ليا مزال فاطمة هو فاطمة دوي قال لي رجع في اليوتيوب باش سلام لحفصة ما قال لي حاجة لا بس الحمد لله ربي يخليك اختي الحمد لله مرحبا